بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أرحب بحضراتكم مرة أخرى في درس جديد من العلوم الصحيحة للفوركس على قناة فوركس المهندس مصطفى عفيف. في البداية طبعا أنا يعني بشكر حضراتكم على متابعتكم المستمرة ودعمكم البناء وتعليقاتكم الإيجابية أسفل الفيديوهات وعلى الجروبات على الفيسبوك والواتساب. أنا بشكر حضراتكم جميعا. أنا في البداية طبعا بحب يعني أنوه وأنبه وأحذر حضراتكم من مخاطر التداول الغير مدروس أو التداول الغير مبني على علم صحيح أو قواعد ثابتة أو غير مبني على تدريب لمدة طويلة على حسابات تدريبية. إن التداول الغير مدروس أو الغير مبني على علم أو تدريب قد يودي بك أو قد يؤدي إلى خسارة أموال أنت في غنى عنها. فعشان كده انا بحب اقول لحضراتكم ان التداول ليه اصول، ليه علم، لازم تتدرب عليه، لازم تظبط ادائك وتحسن ادائك وتعرف امتى هتخش الاوردر وامتى مش هتخش الاوردر. انا النهارده باذن الله طبعا يعني ان شاء الله درس بسيط، هنشتغل مع بعض على فريم ربع ساعه على زوج الباوند دولار، هنشتغل على فريم الربع ساعه وهنشتغل على ومفلترين على فريم الاربع ساعات. بمعنى انا حضرتك لو جيت بصيت حضرتك على المنطقه دي اللي باللون الاورنج ده الفاتح ده، المنطقة يعني في بداية تكونها تقريبا انا خلاص حددت منطقة في بداية تكونها على الفريم، السعر وصل اخترق اسفلها خلاص ويعني خلاص وعمل انشطة تحت، هو عمل عمليات تحت، عمل اوبريشنز، انا خلاص متوقع ليه الصعود. اللي مخليني متأكد من او متأكد من الصعود بنسبة 90% على الاقل على هذا الفريم ان انا مفلتر على فريم الربع ساعة. حضرتك لو بصيت هتلاقيني على فريم الربع ساعه محدد المنطقه اللي هي دي البني، دي الخطين البني، الخط البني ده والخط البني ده، دي منطقه على فريم الربع ساعه وصل برضو الزوج اللي هي تعتبر ادي خط دعم وادي يا فندم خط مقاومه. عفوا، ادي خط دعم اهو وادي خط مقاومه، كونوا لي منطقه السعر شغال فيها صد رد، يبقى انا من اسفل المنطقه بفكر في الشراء، من اعلى المنطقه بفكر في البيع. فيبقى انا دلوقتي مفلتر شراء على فريم ربع ساعه. انا لو جيت حضرتك طبعا الخطوط دي حضراتكم طبعا اللي انا يعتبر هخش يعني الخطوط دي اللي انا هعتبر ان انا بخش بيها الصفقات والاهداف والاستوبات. فانا لو جيت هنا يعني خلاص انا يعني عندي يقين تام بان انا اقدر افتح فريم على بسنت، يعني سوري اقدر افتح اوردر بسنت على فريم الاربع ساعات. اهو انا لو خدت اهو الخط الفسفوري الخفيف ده خدته، ادي السعر اهو اهو، فتحت كأني فتحت اوردر شراء من هذه النقطة. خلاص انا فاتح ومستهدف على فريم الاربع ساعات، مستهدف منطقة اعلى او اعلى منطقة العمليات. ادي اهو انا هخش اجيب برضو ادي هدف اهو، هاخده باللون الازرق ده اهو اهو، هقرب ده الخط ده حتى هنحتاجه دلوقتي اهو. خلاص يبقى ادي الهدف بتاع الاوردر، ادي الهدف بتاع الاوردر في المنطقة دي كده، ادي الهدف بتاع الاوردر وادي الستوب بتاع الاوردر، هو تقريبا نص الهدف، يعني تقريبا حضراتكم تقريبا نص الهدف اهو اهو. خليني هنا كده، يبقى انا فاتح اوردر، فتحت اوردر بسنت، اوردر شراء بسنت على فريم الاربع ساعات، السعر في اسفل منطقه عمليات انا محددها باللون البني، تمام. انا فتحت خلاص اوردر بقيمته بسنت، هدفه يا فندم اهو، حضرتك لو جيت بصيت هدف الاوردر تقريبا 185 نقطه وستوب الاوردر تقريبا 106 نقطه، يعني تقريبا 106 نقطه. انا هرجع تاني مع حضراتكم على فريم الربع ساعه. انا هنا خلاص برضو السعر بدا يدخل اهو، يدخل جوه منطقه الربع ساعه. خلاص انا هفتح له الاوردر على فريم الربع ساعه اهو، انا هفتح الاوردر دلوقتي على فريم الربع ساعه. انا اقرب خطوتي بس عشان حضراتكم مركزين مع بعض. ادي اوردري اتفتح على فريم الربع ساعه، يبقى انا فتحت اوردر كمان من هنا على فريم الربع ساعه، و الهدف بتاعه اهو الهدف، طبعا الهدف الازرق ده خلاص هنقفله كده خلاص، ده بتاع الاربع ساعات. ادي الهدف ده اهو يا فندم، ادي الهدف بتاع فريم الربع ساعه، ادي الهدف بتاع فريم الربع ساعه، وادي الستوب اهو اللي باللون الموف ده او الاحمر الفاتح ده اهو، ادي الستوب اهو عشان برضه تبقى الدنيا واضحه معانا، ادي الستوب بتاع فريم الربع ساعة اللي أنا هاخده تقريبا برضو أهو تقريبا نص الهدف، أنا هاخده كده هنا أهو، هاخده هنا كده أهو تقريبا نص الهدف أهو. يعني أنا لو جيت برضو أبص، بس أنا هقفل الخط ده، لو جيت كده أبص أهو،
ادي انا فتحت من هنا ما شاء الله، شوف انت فتحت من هنا خلاص، انت فاهم انت بتعمل ايه، وانت فاهم انت داخل منين. ما تقوليش ترند، ما تقوليش يا فندم ترند، اهو ادي الستوب بتاعي تقريبا 25 نقطه، وادي الهدف بتاعي تقريبا اهو داخل في ال 39 نقطه. ده اوردر ممكن افتحه طبعا، ده سكالبنج، انا اوردر ممكن افتحه بقيمه مثلا 10 سنت يعني النقطه بدولار، او ممكن افتحه بدولار النقطه ب 10 دولار، حسب طبعا حجم محفظتي وحسب ادارتي لراس مالي وطريقه تحسيني للاداء. انا احنا فتحنا الاوردر مع بعض طبعا، الحمد لله منطلق السعر من ساعه ما فتحنا الاوردر على ادي، انا عندي ادي اوردر اهو على فريم الاربع ساعات، وادي عندي اوردر على فريم الربع ساعه، بدا ينطلق السعر طبعا. خلاص جاذبيه المناطق، انت مكون منطقه في بدايه تكونها، خلاص انت يعني عايز تطلع توصل لاعلى المنطقه على المستويين، على مستوى الربع ساعه وعلى مستوى الاربع ساعات زي ما احنا قلنا. ادي صفقتنا من بعيد، ادي صفقتنا من بعيد على فريم الاربع ساعات، ادي صفقه اللي بالخط الفسفوري مفتوحه بسنت على الاربع ساعات، هدفها الخط الازرق، استوبها الخط الاحمر. الاوردر اللي هو الخط الاخضر الغامق المنقط دوت، الاوردر بتاع الربع ساعه هدفه هو الخط اللبني ده، واستوب هو الخط الروز ده او الخط الاحمر الفاتح ده. ارجع تاني مع حضرتك على فريم الربع ساعه، يعني شوف هو وصل تقريبا، يعني تقريبا وصل اهو برضو، ايه قرب يلمس، يعني كان قرب يلمس الهدف اهو تقريبا، يعني وصل. ما كملناش حضراتكم اعتقد دقائق بسيطه والاوردر كان قرب تقريبا يلمس الهدف، لكن طبعا احنا لسه معاه. انا لو كبرت سنه بسيطه كده تكتين، نشوف بس الشمعه بتعمل ايه. ادي الاوردر بتاعنا الاولاني اللي احنا قلنا عليه، اوردر بي على زوج الباوند دولار اهو باللون الاخضر الغامق، اوردر اهو بي تقريبا 38 دولار او 38 نقطه او 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 40 نقطه، والستوب بتاعه اهو تقريبا بي يعني اقل من ال 25 نقطه. احنا طبعا الحمد لله في منطقه ارباح، يعني احنا الحمد لله دلوقتي في منطقه ارباح، فانا ممكن اخد الستوب لوز بتاع الربع ساعه ده اخليه تريدنج، يعني خلاص اخليه تريدنج اهو اذا كان يسمح للسبريد اهو، اهو اخليه كده في المنطقه دي كده اهو، بحيث ان انا على الاقل، على الاقل يعني على الاقل ابقى عند نقطه الدخول، على الاقل ابقى عند نقطه الدخول بتاعتي. انا همسح بقى طبعا المنطقه دي عشان الخطوط ما تزيدش علينا، همسح المنطقه بتاعت الربع ساعه دي خلاص، انا عرفت مكانها اهو، اقدر ارسمها تاني في اي وقت طبعا، اقدر ارسمها تاني في اي وقت، وهمسح المنطقه برضو اللي هي على فريم الاربع ساعات، خلاص محدد انا الهدف وعرفت مكانها اهو، مسحتها خلاص، وارجع تاني لفريم الربع ساعه اهو زي ما حضراتكم شايفين، صاروخ فضاء طالع، يعني صاروخ فضاء طالع. انا ولا رسمت ترند، ادي حضرتك الترند، انا ولا رسمت ترند اهو، الترند حضرتك طبعا بيقول لك اوعى تشتري، شوف الترند على الفريم بيقول لك اوعى تشتري، انت تفكر في البيع بس، انت تفكر في البيع بس، لكن لا، انت حضرتك مع مناطق العمليات بتشتري وتبيع حسب رؤيتك وحسب اقتناع حسب يعني العنيد بتشوفه وحسب اللي عقلك مقتنع بيه. الترند على عيني وعلى راسي، لكن انا لا اعتمد عليه يعني اعتماد كلي. الحمد لله، مبروك مبروك يا فندم، اوردر الربع ساعه اتحقق الحمد لله قدام حضراتكم في دقائق، الحمد لله اوردر الربع ساعه اتحقق قدام حضراتكم في دقائق. احنا حطينا في منطقه امنه، ما حطيناهوش في اخر المنطقه، حطينا في منطقه امنه شويه، يعني اقل باجزاء بسيطه من اعلى المنطقه، على اساس ان احنا نبقى ضامنين الهدف بتاعنا. انت حضرتك طبعا دلوقتي لو الاوردر ده اللي انت فتحته على فريم الربع ساعه كنت فاتحه ب 10 سنت يعني النقطه بدولار، وحضرتك حققت مثلا، يعني احنا قلنا ان هو انهم تقريبا 40 نقطه، قول يا سيدي 35 عشان السبريد، وال 35 عشان السبريد اهم تقريبا، يعني 35 نقطه في 1 دولار يعني 35 دولار، فانت خلاص تقدر تخلي، لو رجعت انت على فريم ربع ساعه تقدر تخلي قيمه الاستوب ده كده، لما بتحرك حضرتك الاستوب ده كده على الشارت وانت فاتح الاوردر بيكتب لك هنا كده على اليسار قيمه الخساره اللي انت متوقعها، اللي انت يعني تقدر تظبط الاستوب بتاعك عندها، يا سيدي خليها، انت تقدر تخليها مثلا من ال 35 دولار خليها مثلا ب 20 دولار، يبقى انت كسبت 15 دولار وفي 20 دولار انت حاططهم مثلا في المنطقه دي كده اهو، قربت بقى انت بقى الاستوب ده خلاص بتاع الاربع ساعات، خلاص قربته في المنطقه دي وقيمته مثلا 20 دولار، احنا قلنا ان الاوردر بسنت، فال 20 دولار دول المفروض ان هم 200 نقطه، يعني ال 20 دولار دول المفروض ان هم 200 نقطه، لان النقطه ب 10 سنت، فالنقطه ب 10 سنت يعني ال 10 نقط بدولار، يعني ال 100 نقطه ب 10 دولار، يعني ال 200 نقطه ب 20 دولار، فانت المفروض اصلا يعني اهو، يعني المفروض انت يبقى بعيد كده
اهو. لكن لا برضو انت ايه، انت بقى دارس محفظتك وانت مرتب امورك، فانا خلاص انا مقتنع بيك في المكان ده. حتى لو ضرب انا مش زعلان، وهخرج برضو في النهايه كسبان من اوردر الربع ساعه اللي هنرجع برضو نبص. خلاص دخل واكد لي ربحي، خلاص اكد لي ربحي بشمعه واحده على الفريم يا فندم، ما كملتش يعني بشمعه واحده على الفريم، ما كملتش اي شيء. انا لو يعني ما كملتش دقايق، انا لو رجعت تاني ارسم مع حضرتك كده المنطقه اللي احنا كنا محددينها، تمام، رسمتها كده مع حضرتك، فانا اقول ان السعر يعني وصل لحد علوي واخترق الحد العلوي لمنطقه العمليات على الفريم، والهدف ده خلاص اتحقق. يبقى انا ممكن افتح اوردر جديد بيع على الفريم اهو، اهو من هنا خلاص انا فتحت بيع، انا فتحت بيع مع حضرتك على الفريم. هدفي يا فندم اهو، هدفي اهو برضو الجزء الاخير او الجزء السفلي من المنطقه، ولسه في عندي الاوردر ده شغال والستوب بتاعه موجود، والستوب بتاعه موجود. اخد انا الستوب بقى ده اللي هو اهو اللي كان ستوب ربع ساعه اهو، اخده ادي اخليه هنا اهو في المنطقه دي كده، برضو تقريبا نص الهدف بقى عندي انا. خلاص انا كسبت في الصعود او في الشراء على فريم الربع ساعه، خلاص يبقى دي انا هنا عندي برضو تقريبا 37 نقطه او 36 نقطه، وعندي تقريبا هنا 23 نقطه او يعني تقريبا في حدود ال 24 نقطه ستوب. خلاص انا برضو خلاص اهو الحمد لله، اول ما فتحت شوف حضرتك انا اول ما فتحت هو بدا ينزل، بدا ينزل معايا السعر. فانا برضو هتابع مع حضراتكم في عجاله، يعني هنتابع مع بعض الاوردر هيوصل لحد فين، هل هيضرب ستوب ويبقى مكسبني بس اوردر السنت وضارب لي ستوب بقيمه تقريبا اقل من قيمه ربح الاوردر السابق، ويبقى بالاضافه الى ربح الاوردر اللي شغال بسنت معايا، فهنشوف مع بعض، ولا هيوصل هنا تاني، ولا هيوصل هنا تاني ونفتح ويكسبنا الاوردر وننتظر يوصل لاسفل المنطقه، ونفتح معاه تاني اوردر سكالبنج على ربع ساعه شراء لاعلى المنطقه، ونشوف مع بعض يعني دقايق ونتابع مع حضراتكم. انا طبعا مش هوقف الفيديو، لكن انا يعني هنتظر وهسرع الفيديو بحيث ان احنا نشوف مع بعض ايه الاداء اللي هيحصل، والشموع هتمشي ازاي لحد ما يا اما توصل للهدف يا اما توصل للستوب، ووضع صفقه الاربع ساعات هيمشي ازاي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا هو طبعا يعني وصل وضرب، يعني خلاص ضرب لي الستوب، وصل وضرب لي الستوب لوز بتاع الاوردر. خلاص انا خلاص الاوردر ده كده بالنسبه لي خلاص اهو، انا مش زعلان طبعا، الاوردر ده انا كسبت اوردر بنقاط اعلى من كده، فانا برضو كسبان لحد دلوقتي، وانا بنتظر برضو يعني انا بنتظر الدخول بيع مره ثانيه. المره الثانيه دي انا داخل بيع بهدف ملامسه المنطقه اللي هو خرج منها السعر بنسبه 90%، عاوز يرجع يا فندم يلمسها. يبقى انا برضو هنتظر فرصة للدخول بيع مرة تانية ان هو يعني يرجع يلمس المنطقة دي تاني، وانا عندي اوردر كسبان من هنا اهو، عندي اوردر كسبان اهو، عندي اوردر كسبان دلوقتي مفتوح النقطة ب 10 سنت، الاوردر ده كسبان كسبان تقريبا اهو 70 نقطة، وما زال اهو لسه بيكسب، يعني الاوردر ده بيكسب اهو 70 نقطة، النقطة ب 10 سنت قلنا، يعني كسبان تقريبا 7 دولار اهو، انا كسبان برضه 7 دولار، بالاضافه الى ان انا كسبان 35 دولار وخسران 25 دولار، يعني انا كسبان فرق تقريبا 10 دولار وادي 7 دولار، يعني انا كسبان 17 دولار، ومستني فرصه بيع اخشها على فريم الربع ساعه ارجع المس بيها المنطقه دي. خلاص انا ده مش ستوب حضراتكم، ده بعيد كده اهو، بعيد فوق خالص مش باين، وده مش اوردر حضراتكم خلاص، ده انضرب اهو، ده تحت خالص كده مش باين، ده ملناش دعوه بيه دلوقتي. انا عندي اوردر واحد وخلاص، الستوب ده والهدف ده برده خلاص لحد يعني حاليا دلوقتي خلاص انتهى. انا شغال دلوقتي عندي اوردر مفتوح من هنا اهو بسنت، ده اللي هو بيكسب دلوقتي على فريم الاربع ساعات، ده هدفه المنطقه دي او الخط ده اهو، هدفه الخط ده. انا منتظر ادخل تاني بيع، يعني ادخل بيع طبعا قلنا المتداولين بنظام مناطق العمليات بيبيعوا ويشتروا في نفس الوقت ولكل فريم رؤية، وهي قاعدة ثابتة بتنطبق على جميع الفريمات، بتتداول من غير نفسية، بتتداول بعلم صحيح، بتتداول بتحسين أداء، دايما بتخرج رابح بذكاء، وبتستغل دايما جميع الفرص وما بتخافش من أي شيء. أديك شايف طبعا الحمد لله، يعني أديك شايف طبعا الحمد لله، أنت في أرباح أهو بتزيد معاك، أنت تقريبا أرباحك دلوقتي إجمالي أرباحك في في الثلاث عمليات اللي حضراتكم احنا فتحناهم مع بعض، فتحنا شراء على الربع على الاربع ساعات رابح، فتحنا شراء وكسب على الربع ساعه
فتحنا بيع من اعلى منطقه العمليات على ربع ساعه، ضرب ستوب، فاحنا فتحنا 3 عمليات، واحده منهم كسبت وواحده خسرت، وواحده منهم بتربح الحمد لله دلوقتي. الاوردرين اللي كسب واللي خسر الفرق بينهم 10 نقاط مكسب، يبقى تقريبا، وكانت النقطه مثلا بدولار يبقى انت كسبان فيها 10 دولار. انا برضو لسه زي ما بقول لحضراتكم، انا منتظر فرصه بيع ادخلها على الفريم بهدف يعني توصلني تديني فرق كويس يقدر يديني ان انا يعني يقنعني ان انا ادخل بيع بهدف ملامسه منطقه العمليات على ربع ساعه مره تانية. فانا برضو يعني هسيب الفيديو لكن هسرعه شويه وهسيبه ونكمل مع بعض باذن الله. وقت ما تيجي الفرصه هدخل مع حضرتك وننفذ اوردر بيع سريع على فريم الربع ساعه. طبعا انا سامع حد من حضراتكم يعني دلوقتي بيقول لي انت منتظر ايه، يعني حضرتك منتظر ايه دلوقتي عشان تخش اوردر البيع اللي حضرتك بتقول عليه بهدف ملامسه المنطقه. تعال اقول لحضرتك انا منتظر ايه. انا لو رجعت لحضرتك على فيلم 5 دقائق، على فيلم 5 دقائق، فهتلاقي حضرتك ان في كسر لو حصل، في كسر لو حصل، او صعد السعر اهو. شوف حضرتك صعد، ما فيش لو بيتكسر، ما فيش لو لاي شمعه بيتكسر. اول لو اتكسر هنا اهو، اهو في الشمعة دي، انا هكبر واحده كده كمان لحضراتكم، ادي اول لو انكسر. لما انكسر اللو حصل انعكاس للسعر، انا منتظر تاني لو ينكسر. لو تاني لو انكسر في المنطقه دي انا ممكن ما ادخلش، لان الفرق بقى بسيط، يعني اصبح الفرق بسيط ما يشجعنيش قوي على الدخول، افضل مستمر بس في صفقه الشراء على ال4 ساعات وانتظر فرصه تانيه، او انتظر فرصه دخول اقوى على فريم الربع ساعه بيع، او انا ممكن ما ادخلهاش، يعني انا ممكن ما ادخلهاش لان السعر ممكن يفضل يشد ويطلع لفوق، على اساس ان هو حكماه منطقه عمليات على فريم ال4 ساعات قويه، حكماه بتشد لفوق. فبرضه هنتابع مع بعض، انما لو انكسر تاني له في منطقه، يعني فضل يطلع مثلا، يطلع تاني وبدا يكسر لي هنا، بدا يكسر لي تاني له في منطقه زي هنا كده، لا في عندي مجال ان انا افتح اوردر لحد المنطقه دي. فاحنا هنرجع تاني على الفريم ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل على فريم الربع ساعه. يعني حضرتك هو هنا اهو مش قادر يكسر لسه، يعني مش قادر يكسر. انا يعني يا رب ما يكسرش هنا، انا مش عايزه يكسر هنا، انا عايزه يفضل يطلع كمان، يطلع كمان مع تاني كسر، مع تاني كسر للو شمع سابقه، يعني مع أو مع تاني اول كسر حصل بعديه ارتداد. الارتداد ده ممكن يكمل تاني لفوق كده، مع تاني كسر يحصل لو حصل لي في المنطقه دي، يبقى كلام جميل ورائع، ادخل معاه على طول بهدف ملامسه هذه المنطقه، ادخل معاه اوردر بيع، يبقى انا شغال بيع شراء بيع شراء بيع شراء على كل فريم حسب ما بتنطبق قواعد او قوانين مناطق العمليات، القانون الاول والثاني والثالث لمناطق العمليات، اللي طبعا انا شرحتها كتير في فيديوهات سابقه لحضراتكم. وادي الحمد لله هو سمع كلامي، يعني هو مش عاوز يكسفني وبيحاول يطلع لفوق يكمل صعود تاني ويكون لي ان شاء الله باذن الله في المنطقه دي كده اللي انا معاملها دي كده، يكون لي في المنطقه دي كده كسر للو شمعه، ادخل معاه على طول اوردر بيع لحد هنا، وانا برده مستمر لسه في شراء ال4 ساعات زي ما قلت لحضراتكم. هرجع تاني على فريم ربع ساعه وهرجع اصغر تصغيره واحده كده كمان، بحيث انا طبعا انا اصلا بصغر على الاخر عشان ابقى شايف الفريم كويس، لكن انا مكبر تكتين كده عشان نشوف بس حركه الشمعه مع بعض، نشوف حركه الشموع مع بعض. طبعا انا قلت لحضراتكم النهارده الجمعه، يعني النهارده الجمعه 29 مارس 2019، انا بكلم حضراتكم من المملكه العربيه السعوديه، الساعه دلوقتي 2:27 دقيقه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. انا بشتغل يوم الجمعه زي يوم الخميس، زي يوم الاثنين، زي الساعه 12 الظهر، زي الساعه 4، بشتغل في اي وقت، بشتغل بقوانين ثابته وصارمه اسمها قوانين مناطق العمليات مع الكسر الكاذب. انا بشتغل الحمد لله في اي وقت، مش مقتنع تماما بفكره ادخل يوم الاثنين، ما تدخلش يوم الاثنين، ما تدخلش يوم الجمعه، ما تدخلش الساعه 4، ما تدخلش الساعه 5. انا لست يعني انا لا اخضع، كل ده كلام بالنسبه لي كلام فارغ. في البدايه خالص
لما بدأت من حوالي 6 سنوات أبدأ بدأت أتعامل مع سوق الفوركس، اقتنعت تماما وكنت مقتنع تماما ان الكلام ده مش كلام سليم ولا كلام مظبوط، وكنت مقتنع ان المتداول يقدر يتداول في اي وقت، او عشان يتداول ويقول على نفسه متداول لازم يقدر يتداول في اي وقت بدون خوف وبدون تردد. الاخبار بالنسبه لي اكتشفت يعني ان هي كوموفلاج او خدعه بيأثر بيها على نفسيتك على اساس ان انت هتفتح بلوتات كبيره في اتجاه خبر ايجابي، فطبعا يؤدي بك الى الخساره في اغلب الاحيان، وليس في هو هنا خلاص كسر، هو في خلاص تاني له هنا تاني له اتكسر، لكن انا مش هدخل لان انا الفرق بالنسبه لي فرق بسيط، يعني الفرق بالنسبه لي فرق بسيط، فانا مش هدخل، يعني انا مش هدخل، لا انا مش هدخل. ليه؟ انت كسرت هنا، لا يعني قريب جدا من الهدف بتاعي، انت لسه عايز تطلع، انت لسه عايز تطلع لفوق، اهو اهو انت قريب خلاص، يعني قريب من الهدف، ما ادتنيش اشاره من بعيد كانت تقدر تسمح لي ان انا اخش بيها مشوار طويل يكسبني صفقه بيع لملامسه منطقه الربع ساعه. فانا برضو يعني هنتظر مع حضراتكم ونشوف الاوردر هيمشي بينا لحد فين. في عندي اوردر رابح هنا، في عندي اوردر رابح تمام، وفي عندي مكسب 10 دولار من اوردر شراء كسب واوردر بيع خسر. طبعا انا يعني حضراتكم انا طبعا دلوقتي مش هنتظر، مش هبص تاني خلاص على فريم ال5 دقائق، لكن انا لسه عندي يعني لسه عندي طموح افتح اوردر بيع على فريم الربع ساعه، لان السعر حاليا في حد علمي لمنطقه عمليات على الفريم، انا ده اللي انا عيني شايفاه وده اللي عقلي مقتنع بيه، يبقى انا مستني كسر لو يحصل بعدين انعكاس اخش مع تاني كسر على الفريم نفسه بقى على فريم الربع ساعه نفسه، لكن انا لحد دلوقتي ما فيش لو اتكسر، يعني حتى انا لو كبرت شويه كده لحضرتك اللو ده ما انكسرش، يعني لو كان اللو ده انكسر كنت انا هبقى مستني اللو اللي بعديه ينكسر وادخل معاه اوردر بجزئين، او ادخل معاه اوردر مثلا زي نفس الاوردرات اللي انا دخلتها على ربع ساعه، سواء لو انا اقدر ادخله ب 10 سنت يعني النقطه بدولار، او ادخله باللوت ستاندرد يعني النقطه ب 10 دولار، ادخله اقسمه اثنين، جزء لملامسه المنطقه وجزء مثلا في الحد المنطقه او الجزء السفلي من منطقه العمليات، لكن هو لسه ما حصلش الكلام ده لسه. انا برضو مع حضراتكم هسرع الفيديو بحيث ان احنا لو جات الفرصه بقى على الفريم الربع ساعه ان شاء الله تبقى فرصه قويه ونكسب منها اوردر بيع مع اوردر الشراء اللي كسبان، علشان حضرتك يعني تقدر تفهم كلامي اللي قلته في فيديوهات سابقه واللي قالوه المتدربين في فيديو اراء المتدربين اللي موجود عند حضراتكم في القناه، ان انت فاتح اوردر شراء كسبان وفاتح اوردر بيع برضو كسبان في نفس الوقت، لان ده اوردر مفتوح على فريم بقواعد وقوانين هي نفس القواعد والقوانين اللي انت فاتح بيها الاوردر العكسي على فريم اخر. فانا برضو هسرع الفيديو مع حضراتكم ونشوف برضو هنوصل لحد فين والفرصه هتيجي امتى. انا لا يعني انا طبعا ببقى سعيد جدا وانا مع حضراتكم على الشرط الحي، بكون سعيد جدا لما بتيجي فرصه وبنخشها مع بعض وبشارككم فيها انا بفكر ازاي وبشتغل ازاي بقوانين وبتحسين للاداء بيخرجني الحمد لله، يعني اضعف الايمان بيخرجني ولا ربح ولا خساره، ولكن في اغلب الاحيان طبعا الحمد لله بيخرجني على ارباح. انا بدير محفظتي بحرص شديد، بدير محفظتي بتحسين اداء باداره راس مال، انا عارف محفظتي تستوعب قد ايه، انا لست طماع، انا لست طماع، الفوركس الطماع فيه دايما بيخسر، الطماع فيه دايما بيخسر، الغير فاهم بيخسر، الغير متدرب بيخسر، المستعجل بيخسر. حضراتكم مكملين ان شاء الله مع بعض وهسرع الفيديو لحضراتكم.
اهو قدام حضراتكم. طبعا حصل اول كسر، حصل اول كسر على الربع ساعه، اهو انا كبرت شويه، حصل اول كسر طبعا بعد ارتداد قوي، حصل اول كسر، اول لو كسر الاول لو اهو حصل، بيحصل بعد ارتداد اهو. انا منتظر ان شاء الله تاني لو يتكسر اخش معاه بهدف الملامسه للمنطقه اللي هو جاي منها، اذا حصل الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم في المنطقه دي كده، بحيث يديني مجال ان انا اقدر انفذ ويديني عدد من النقاط يخليني اقدر اخش احط هدف واستوب بنص قيمه الهدف. فبرضو انا هنتظر مع حضراتكم نشوف فرصه البيع هتيجي في مع الشراء اللي شغال حاليا، مع الشراء اللي شغال حاليا من هنا بالخط الفسفوري على الاربع ساعات ورابح الحمد لله، يعني رابح معانا اهو. احنا قلنا ان احنا كسبنا 10 نقط قبل كده، فرق بين اوردرين، واحد كسب شراء واحد خسر بيع، اللي كسب كسب تقريبا حوالي 36 نقطه، واللي خسر خسر حوالي 26 نقطه. فادي يعني احنا اهو الادي الاوردر اللي كسبان النقطه، كسبان النقطه ب 10 سنت، كسبان اهو داخل في ال 65 نقطه، ده الاوردر اللي رابح حاليا، الاوردر اللي رابح حاليا. فطبعا انا يعني شايف خلاص العمليه، السوق خلاص بدا يخش في عمليه الكساد شويه، او خلاص يعني الحركه بتقل. انا عندي هنا اوردر اللي انا قلت لحضراتكم عليه، عندي اوردر هنا كسبان، كسبان دلوقتي يعني لحد دلوقتي. انا اهو لو رجعت كده ادي انا هنا اهو كسبان لحد دلوقتي، مثلا ادي تقريبا، ادي تقريبا يعني ايه 73 نقطه، 73 نقطه اقول تقريبا مثلا 7 دولار على اساس ان الاوردر ده بسنت. انا هاخد يعني هحرك بقى الاستوب بتاعه اهو، خلاص انا بفعل بقى تحسين الاداء على فرض ان انا خلاص عايز امن نفسي. انا هجيب تحسين الاداء بتاعي، اجيب التريلنج، اجيب الاستوب، اجيبه هنا كده اهو، اجيبه هنا كده في المنطقه دي واسيبه هنا، بحيث ان انا اما ارجع كده تاني خلاص انا يعني المفروض ان الهدف هنا، الهدف اهو الازرق ده قدام حضرتك للصفقه اللي لسه شغاله. فطبعا هنا تاني كسر حصل قريب جدا برضه، يعني تاني كسر حصل قريب جدا من خط ملامسه المنطقه. فانا لو جيت قست بقى كده الارباح اللي باقيه لو هو ضرب التريلينج ده، يعني لو هو ضرب التريلينج ده مع حضراتكم اهو، اهو ادي كده هنا اهو تقريبا، يعني تقريبا اهو قول 52 نقطه، يعني تقريبا 5 دولار، او يا سيدي قول 4 دولار مع السبريدات، يبقى 4 دولار، وانا في معايا 10 دولار كسبتهم، يبقى انا معايا 14 دولار دلوقتي حتى لو هو ضرب التريلينج ستوب. انا برضو يعني لسه عايز انتظر شويه مع حضراتكم، انا ببقى سعيد جدا ومش تعبان وانا شغال مع حضراتكم، بكون سعيد جدا بوجود حضراتكم معايا ومشاركه حضراتكم للشغل وطريقه الشغل. احنا طبعا تقريبا بدانا شغل تقريبا الساعه 2 او 2 الا ربع، الساعه دلوقتي هي داخله على الساعه 4 عصرا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. فطبعا انا يعني سعيد جدا بحضراتكم وسعيد بوجودي مع حضراتكم. فانا هنتظر برضو دقايق واشوف الزوج عايز يعمل ايه. انت هتخش تضرب التريلينج، لو دخلت وضربت التريلينج
انا ممكن افكر افتح معاك بيع لحد الحد السفلي للمنطقه، وابدا اعيد الكره معاك من تاني، بحيث ان برضو انا يعني دي طريقه شغلي. ان شاء الله نخرج دايما على ربح، لان احنا شغالين بقواعد ثابته وطرق ثابته، ما فيهاش اي التباس او فيها اي خوف او فيها اي نفسيه او فيها اي طمع، لا احنا شغالين بقوانين ثابته، مناطق العمليات قوانين ثابته، المتدربين كلهم عارفينها، حضراتكم في الجزء المجاني كلكم عارفينها، موجوده اجزائها على القناه قدام حضراتكم، مناطق العمليات الجزء الاول ومناطق العمليات الجزء الثاني، وطريقه رسم مناطق العمليات، وفيديو الكسر الكاذب، وكيف تحقق البنوك 100%. في عند حضراتكم برضو فيديو كسر الهيات واللوهات، طبعا ده جزء من الكورس المدفوع نزلته لحضراتكم عشاق الفوركس في الوطن العربي مجانا، ومجموعة أخرى من الصفقات اللايف برضو اللي دخلناها مع بعض، رايح جاي أو زي ما بنقول بيع وشراء، لا نخضع لأي تهديدات ولا أي مواعيد، نخضع لمواعيد حد يجبرنا عليها في العمل أو نخاف نخش نشتغل في وقت معين، لا احنا بنشتغل في اي وقت، بنشتغل باعصاب مرتاحه، بنشتغل وبنتحرك عادي، بنقضي مشاورنا، بننزل نصلي، بنخلص كل امورنا، والشاشه مفتوحه قدامنا بنبص عليها من وقت لاخر. فانا برضو هرجع اسرع الفيديو ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. طبعا كده خلاص، يعني هو دخل خلاص جوه المنطقة، يعني دخل جوه منطقة العمليات. انا يعني خلاص هو داخل يضرب طبعا التريلينج بتاعك. فطبعا هنا انا ما اقدرش برضو، انا من هنا يعني لا ما اقدرش، انا ما اقدرش ادخل بيع دلوقتي، لان انا يعني لو فريم الربع ساعة، يعني لو فريم الربع ساعة ده يا فندم اللي هو منطقة العمليات دي، لو الكلام ده بيحصل هنا دلوقتي ادخل بيع، لو الكلام ده بيحصل في حد علوي لمنطقة عمليات على فريم أكبر أنا مفلتر عليه أقدر أدخل بيع، لكن هنا أنا على الفريم ده أدخل شراء فقط، يعني على الفريم الربع ساعة أدخل شراء فقط. حضرتك شوف هنا، لما وصل هنا وبدأت أفكر أنا في البيع، انتظرت كسر تاني له ما حصلش، يعني انتظرت كسر تاني له ما حصلش في المنطقة دي، حصل في جزء قريب جدا، حصل في جزء قريب جدا من المنطقة اللي أنا كنت متوقع ملامستها. هو طبعا رجع دخل تاني جوه المنطقة، ضرب خلاص، يعني خلاص ضرب الصفقات كلها خلاص كده دلوقتي، خلاص مش موجوده. احنا خرجنا زي ما احنا قلنا تقريبا، خرجنا دلوقتي ب تقريبا ب 14 دولار خرجنا بيهم الحمد لله من ربح صفقتين، واحده سكالبنج كسبنا فيها حوالي 36 نقطه، وواحده سوينج كسبنا فيها تقريبا 50 نقطه او مثلا قول 40 نقطه مع فرق السبريدات، وخسرنا واحده سكالبنج تقريبا ب 26 نقطه برضو مع فرق السبريدات. فيطلع الاجمالي معانا طبعا لو احنا شغالين على محفظه ب 100 دولار، فيطلع الاجمالي معانا 14 دولار مكسب. فانت لما تشتغل من الساعه 2 او من الساعه 1:30 للساعه 4:30 3 ساعات وتطلع فيهم 14% من قيمه المحفظه، فطبعا ده شيء قوي جدا. ولما حضرتك كمان خصوصا انا حضرتك، احنا مثلا بدانا نشتغل من هنا، بدأنا نفتح السوينج من هنا قبل ما احنا فتحنا السوينج الاول، فشوف الزوج هو اتحرك اصلا كل الحركه بتاعته تقريبا 100 نقطه، يعني كل الحركه بتاعته كانت تقريبا 100 نقطه، فتخرج حضرتك من زوج واحد محقق 14% من قيمه المحفظه، فده شيء قوي جدا، ويعني وقوانين قواعد قويه جدا تقدر حضرتك تعتمد عليها في الشغل. لو كانت محفظتك مثلا ب 1000 دولار فكان هيبقى الكلام ده دلوقتي 140 دولار، لو محفظتك كانت ب 10,000 دولار فكان الكلام ده دلوقتي هيبقى ب 1400 دولار. فانت طبعا يعني بتتكلم عن نسب عاليه جدا ونسب قويه جدا من النتائج. انا بشكر حضراتكم على حسن استماعكم، وبشكر حضراتكم على دعمكم البناء ليا والمستمر، سواء اسفل الفيديوهات في تعليقاتكم الجميله البناءه
او على الجروبات الفوركس الحقيقي على الفيسبوك او فوركس المهندس مصطفى عافيه على الواتساب. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مهندس مصطفى عافية.